يعني يقال ان سيدنا سليمان ماشي كده في رجل العصافير الاربعه فوق الشجره، يقول اتدرون ما تقول العصافير؟ نبي الله طبعا طبعا انت المترجم واحنا ما لنا ترجمه، انا اعلم لغه الطير. قال يقول الاول كلاما عجيبا فتقبل الثلاثه كلاما اعجب. قالوا ماذا تقول؟ قال العصفور الاول يقول يا ليت الخلق لم يخلقوا. عصفور اكبر. فيرد الثاني يقول ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما جميل. خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ويقول الثالث ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. فيقول الرابع ويا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. يا الله، ده درس التوحيد. صحيح. مره ثانيه، يا ليت الخلق لم يخلقوا، ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، ويا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. لو الامه تخلص، تخلص سبحان الله العظيم، ايام ايام بس تخلص نيتها لله تجد الخير كله. والله والله الخير كله ينزل لها الاخلاص، اما عمل من غير اخلاص جسد بلا روح. لتكن هذه دعوة لجميع السادة المشاهدين، والله أن نبدأ إخلاصا من الغد، تبدأ من أبنائي وبناتي التلاميذ. أنا ما أطلب منهم إلا الإخلاص في العلم، الإخلاص في المذاكرة، الإخلاص في بر الوالدين، الإخلاص في سماع كلام الكبير، الإخلاص مع المعلم والمعلمة، الإخلاص مع الإدارة، ثم الأب والأم يخلصوا فيما يرتزقوا من حلال. كيف نخلص؟ أن أعمل ابتغاء مرضات الله، لا أنتظر أن إيه من الناس، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش عايزين ناخد مقابل الإخلاص، مش عايزين ناخد مقابل.